السلام عليكم. بعد صلاة وسلام على رسول الله، مرحبا بكم في قناة وصفات أمي الغالية. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله راح نشارك معكم زوج وصفات. الوصفة الأولى غراتا شاورما، يجي بزاف بنين بزاف هايل، معسل بالبنة مشمخ وماشي ناشف. الوصفة الثانية راح تكون شكشوكة بالبدنجال والخضر، وتجي روعة يا البنات صدقوني. وطبعا إذا عجبتكم الوصفة تاع نهار اليوم ما تنسوش إعجاب الفيديو والاشتراك في القناة والضغط على الجرس حتى يوصلكم إن شاء الله كل جديد من وصفاتي. على بركة الله نجوزوا لطريقة التحضير ونبدأ بالوصفة الأولى غراتا شاورما. كما راكم تشوفوا عندنا صدر الدجاج. بالنسبة للكمية على حسب الكمية اللي تحبوا تديروها، تحبوا تديروا بزاف ولا شوية. نزيدوا زوج فصوص تاع الثوم. بالنسبة للتوابل عندنا شوية تاع الملح، الفلفل الكحل، الكمون، البابريكا، الكركم، وتوابل الشاورما. نزيدو زوج ملاعق كبيرة تاع الزيت، ونصف ملعقة كبيرة لا موطارد ولا خردل. نزيدو الزعترة، وتقدروا تزيدو ملعقة كبيرة ياغورت ناتور ولا اللبن ولا الزبادي. هنا كما راكم تشوفوا راح نخلطوا المكونات مع بعضهم. بعد ما نكمل مباشرة نحطوه في الثلاجة، نخليه من 10 دقائق الى 15 دقيقة. واذا كنتم مزروبين ولا ما عندكمش الوقت تقدروا مباشرة تطيبوه. هنا من جهة المقلة تاعنا نحطوها على نار متوسطة، ديروا فيها شوية تاع الزيت، ونقلي حبة بصل متوسطة الحجم. إذا البصلة اللي عندكم كبيرة راح تديروا نصف فقط. البصلة راح نقليها شوية، يعني راح نذبلها غير شوية. نزيدوا الفلفل الحلو الأحمر والخضر، هنا ما نقليهمش مباشرة، راح نزيد معهم الدجاج. بعد ما نحيته من الثلاجة وخليته مدة 10 دقائق، هنا نعود لكم النار راح ديروها متوسطة، ونقلي الدجاج نتاعنا مع البصلة والفلفل. وهنا كما راكم تشوفوا الدجاج تاعنا بعد ما طاب وطلق هذا الماء، راح نزيدوا له زوج حبات تاع الفرماج. بالنسبه للفرماج تقدروا ديروا اي نوع، يعني تقدروا ديروا حتى الجبن المبشور. ونزيدوا تقريبا كاس من الكريمه السائله، ودائما النار نخليها متوسطه، ونخليه يغلي تقريبا مده 5 دقائق، ونطفي عليه النار. وهنا كما راكم تشوفوا وجدنا لي فخيت نتاعنا، تقدروا تقطعوها بهذا الشكل ولا مربعات. بعد ما نحيت المقله من فوق النار مباشره نوزعوا الدجاج نتاعنا والكريمه السائله على البطاطا بهذه الطريقه. وفي الاخير راح نوزعوا عليه الجبن المبشور. وفي هذه اللحظات الفرن تاعي سخون، الكراتا نتاعنا كما راكم تشوفوا فيه كل شيء طايب، يعني راح نحطه في الفرن الكراتينه ونحيه. انا كما راكم تشوفوا الكراتا نتاعنا بعد ما نحيته من الفرن، هذه هي النتيجه اللي تحصلنا عليها. كما راكم تشوفوا جا ما شاء الله، شوفوا البنات جا روعه. كما قلت لكم يجي مشمخ ماشي ناشف، وصدقوني يجي روعة في البنة، يجي معسل بالبنة ما تشبعوش منه. وكما شفتوني حضرته معكم بطريقة جدا سهلة بسيطة، وبزاف منكم اللي عندهم مشكل مع الكراتا يجيهم ناشف، بهذه الطريقة صدقوني راح يجي مشمخ ومعسل بالبنة ما تشبعوش منه. بعد ما وجدنا الوصفة الأولى ننتقلوا للوصفة الثانية. كما قلت لكم راح نوجد معكم شكشوكة بالبدنجال والخضر، تجي روعة. عندنا زوج حبات قرعة، زوج حبات بدنجال، زوج حبات طماطيش، وحبة بصلة، وزوج فصوص تاع الثوم. بالنسبة للكمية على حسب الكمية اللي تحبوا ديروها، تحبوا ديروا بزاف ولا شوية. إذا بعد ما قطعت القرعة إلى مربعات، بالنسبة البدنجال قطعته إلى مربعات، نديروه في الماء مع شوية تاع الملح، ونخليه تقريبا مدة 5 دقائق إلى 10 دقائق باش ما يتشربش الزيت عندما نقليه. شوفوا البنات هنا كما راكم تشوفوا راني كترت شوية الزيت، هنا مازال ما بديتش نقلي، ونحيت هذيك الكمية كامل تاع الزيت، خاطش هذه الوصفة ما لازمش تكتروا فيها الزيت، يعني باش ما يجيكمش مزيت.
هنا كما راكم تشوفوا راح نقلي الباذنجان والقرعه قطعتهم الى مربعات، وكما راكم تشوفوا ما كثرتش الزيت، يعني راح نديرو غير شويه ونقلي فيها الباذنجان مع القرعه. كما راكم تشوفوا قليتهم وحمرتهم في وقت واحد. شوفوا البنات نأكد ونعاود ما تكتروش الزيت. انا بعد ما وجدت القرعه والباذنجان نحيهم، وفي نفس المقله دائما راح نقلي حبه بصله نقطعوها الى شرائح. هنا راح نقص شويه للنار ونقلي البصله نتاعنا، نزيدوا لها فص ثوم ولا زوج فصوص. بعد ما قليت البصله راح نزيد زوج حبات طوماطيش قشرتهم ورحيتهم. راح نزيدو شويه نتاع الملح وشويه نتاع السكر. راح نخلي الطوماطيش نتاعنا تتقلى مده 5 دقائق على نار متوسطه. وهنا في الاخير بعد ما قليت الطوماطيش نتاعنا راح نزيدو لها القرعه والباذنجان اللي قليناهم كيف كيف. راح نخليهم يزيدو تقلاو مع الطوماطيشه ماشي بزاف، تقريبا راح نخليهم مده 2 دقائق الى 3 دقائق ونطفي عليهم النار. وهنا بعد ما وجدت الشكشوكه نتاعنا اللي حضرتها معكم بالباذنجان والقرعه والطوماطيشه والبصله نقدموها بهذه الطريقه. شوفوا البنات جات روعه، صدقوني تجي بنينه بزاف، هايله يا البنات. وترافقوا بها اي طبق وتقدروا تزيدوا لها اي اضافات، وكما شفتوا سهله بزاف في التحضير. نتمنى ان شاء الله الوصفات تاع نهار اليوم ينالوا اعجابكم، تحضروهم للغداء ولا للعشاء. وكانت هذه هي وصفتنا لنهار اليوم، وطبعا اذا عجبتكم الوصفه تاع نهار اليوم ما تنساوش الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه والضغط على الجرس حتى يوصلكم ان شاء الله كل جديد من وصفاتي. واذكروا الله وصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. في امان الله.